قدرتك على الجسم الهندسة الموجودة في الفوت الموجودة في الطبيعة ودي بنستعملها في العلاج العام على الجسم. ايه يا ترى الرابط العجيب دوت؟ هندسة ستون ده اول سلايد على البيرسونال داتا. If this year is old to be a patient from Hormuz working as market driver, سواء على مقطورة غير تدور اكس سموكر ادمتد في نوفمبر 2008. طبعا في نقطة هنا في البرزنتيشن اللي فيه كل نقطة انا وانا مش هقول فيه غلطات ومش هقول ايه هي اللي فيه كل نقطة كده يجمعها وفي اخر برزنتيشن يقول ايه الغلطات اللي انا وقعت فيها. تمام؟ هنا في نقطة في السلايد دي ادمتد على المدى مش السبيس اكتر مش السبيس اللي فيه مكان اللي كده مش فاكر دكتور يعني اكس سموكر يعني قعد على الاقل 6 شهور ما بيدخنش على الاقل 6 شهور يعني بطل التدخين يعني بقى شغال على بركه سبيربين سنسوريوم سينس 5 دايز كيفين سنسوريوم الاخيره مين؟ المحاضره معانا طريق طبيب النجاح احنا كنا بنحط الكومبلينس اساميها ومذكرها الكومبلينس ديت هتدور تفسير في الطريق دي معناها استرس السوري يعني ايه؟ التوقف في الوعد يستبدل الكونشسنس ديت واحد جاي بالعيبوبه اكتب لي بالعربي يا سيدي في البرزنتيشن عيبوبه بخمس ايام حبانا مين؟ دي كريتيف واي اوف برزنتيشن بتشدني المهم البيشنت اللي هو البرزنتنج ايه؟ بيشنت دوت عامل بقى اناليسيس بريزنتيشن ذا كونديشن ستارتد باي ديستريس سوريوم سينس 5 دايز فور جراديوال اونست اند بروجريسيف كورس ويز كده انا بطلتين في السلايد دي مجمع بطلتين فكر فيهم من كده تمام انا عملت له فيو سيستم لقيت عندي الانتريس نشتكي من الانتريس وفكرت عند لورا ريلز بثلاث شهور ايوه
زميلكم بيقترح ان احنا نقعد في طوارئ جراحه بقى نشوف واحد دراعه مكسوره ولا واحد دراعه مقطوعه نشتغل عليه بقى. الحقيقه يا جماعه انا عايزكم تتعلموا ان انتوا تخرجوا بره حدود المنهج كمان وتتعلموا ان حتى انتوا بره حدود المنهج يعرفوا ذات. يعني انا افتكر لو كنت السنه الاولى كان لما خدنا السورة في السنة الأولى بعد الشهر يعني. فكان في جزء من السورة مرتبط بالنيورولوجي في سنة تانية. فكنت بقى كنت برسم تسميات بطبق عليه. ده الكلام ده في المذاكرة. ما بقى بقى تقديم الحالة. هتلاقي نفسك هتخطط كلام هتتصرف من ديون هتتصرف في أي حاجة تخش أونلاين حتى عشان تفهم الحتة دي. أنا عايزكم تعلموا الحتة دي. التعليم ليس له صرف وليس له حدود ملوش بوندرز محدود. تعليم حر. تمام؟ طيب. بعد ما طلعنا ضربتين في البرزنتيشن والسلايد ديت مع ضغط والسلايد اللي فاتت، واحد عنده اقتراح رايي بقاله 5 أيام. طيب. عنده اقتراح رايي بقاله 5 أيام متنمين بقاله 3 شهور. ليه ودي؟ تلاقي مشاكل؟ خش. ايه؟ لازم تستوجب. لما جينا عملنا ريفيو سيستمز، لما عملنا ريفيو سيستمز البيشنت طلع كومبلينتس جديده. ايه الكومبلينتس اللي طلعها؟ كومبلينتس تنتمي الى الابدومينال سيستم، فدخلت الابدومينال من ضمن قائمه الشكاوي. اشتكى كومبلينتس اسبوعين مره واحده، اشتكى دائريا اسبوعين، لكن بقيت الشكاوي نو 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 ايه دي اللي كانت تمام؟ السنت الاورنامي. اورنامي ايه؟ شنو؟ قالت يورو بالمانجو. الدوكين. ميرولوجي. وماسكول سكيلين. ممكن لغاية الرحمن بعد البرزنتيشن يعني نحاول نشوف كل طريقة تشوف دليل الطبيب الناجح المذكرة نفسها أو قبل يستعني بيهم كوبرينز أو كده. لسه وصلوا ليه. تمام؟ المعلومات علامت ان في حد مش ساتسفايد. مين اللي مش ساتسفايد يسالني؟ في واحد هناك اهو. الصوت فيه مشكله؟ حد يقول لي اللي بيقول يقول امين في النار. ان عنده حكاوي لسه ما جاش زي ما زميلكم بيقولوا.
ان عقد الحكاوي لسه ما قفش. يقول العرض يعني يركز على العرض اللي قاله، لكن هو دماغه متسنطره في العرض اللي عنده. يبقى انا هنا دلوقتي بتعلم ان انا بفرق بين تفكير العيان وتفكيري. تفكير العيان مش منظم، عشوائي، ما بيعرفش العلاقه بين السبب والنتيجه، ما يعرفش ان ممكن السيستم الفلاني لو حصل فيه مشكله يعمل له جوندس ويعمل له بلاك يورك، ما يعرفش الكلام ده. فانا عشان كده لازم افترض ان انا عندي عقل، يعني اساله على كل سيمتوم حتى لو ما قالش. يبقى ده لازم نتعلم نعمله يا جماعه. اتفقنا على الحته ديت؟ طيب البيشنت دوت علم انا فيه في حاجه ثانيه يا سيدي غير الفوميتنج، غير الدياريه، غير النومنس، غير الكوما؟ مفيش. شكرا. اللي بعد عملنا الانترفيو سيستم اهو فري. شوف بقى دوله مصر فري ده لو سالتك وكتنس بقيت الهيستوريس. ما اداش الهيستوري حاجه واحده بس، ان هو من سنه جاله رود ترافيك ان هو سواق مقطوره حصلت له حادثه عمل لابروتومي. يعني ايه لابروتومي؟ اوتومي يعني ولابروس. عمل ابدومينال اكسلريشن علشان كان جاي من حادثه شاكين يكون في حاجه في الاسبرين، حاجه في الابندكس، يطمنوا ان ما حصلش افكت للتروما عليه. حصل زمان مالهاش علاقه بيها دلوقتي. It is not his current complaint. دي في الارشيف القديم بتاعه. جاله حادثه؟ ما ينفعش ان انا اقول العيان عنده 53 سنه وبيشتغل سواق على الدوره وجات له حادثه وكان صباع رجله الصغير بيوجعه من 25 سنه وكان هو عنده صغير عامل اللوز والعيان ده كان عنده كذا وكان متخانق مع مراته واخته ومن حوالي 3 ايام بيشتكي في كوما. لا خالص، لازم تبقى شورت جدا ومقتصد في عرض بيرسونال داتا عشان ما تتوهنيش، والا كده فريتش عن بيشنت اللي بيتوه اصلا. تمام؟ ده هيقول لك ايه؟ انا يا دكتور هم زعلوني واتخانقت مع مرات اخويا فمش عارف ايه جال لي تنميم في رجلي. هو الحقيقه تعالى متوهها. تبقى انت تدري بس اللي كده عنده 53 سنه كان متخانق مع مراته